بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. ينفعكم بيست. هذا التطور اللي هو تدرج الالتزام، هل من، آسف في السؤال مش عارف أجيبه إزاي، من مراهقة الالتزام إن إحنا نلاقي داعية أو أخ ما تسمعش فلان وما تسمعش فلان وما تسمعش فلان وما تسمعش فلان، وعايز يبقى هو اللي نعم يسمع لوحده، ولا نعم. توجه حضرتك إيه في المسألة دي؟ يعني هذا له سببان من وجهة نظري. نعم. السبب الأول هو الجهل، والسبب الثاني هو الهوى. الهوى. نعم. أما الجهل لأنه مرتبط بالتأصيل العلمي. نعم. من الناحية العلمية لو عرض قوله وفعله هذا على الأدلة من الناحية العلمية لوجد نفسه مخالفا تماما. نعم. وكذلك لو بحث في حقيقة قوله داخل قلبه لوجد أن الهوى هو الذي دفعه إلى هذا. موافق للهوى. فالجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يكون سببا من أسباب هذا التشرذم والتهارج، ولا تسمع لفلان وإياك أن تسمع الشيخ الفلاني، وكذلك وفلان مبتدع وفلان جاهل وفلان وأنا أسمع يعني اسمح لي أن أقول لقد خذل كثير من إخواننا، خذلوا عن كثير من أهل الفضل والعلم بسبب هذه الدعاوى الباطلة. ونحن نقول أن نصرة أخيك الداعية هي نصر لك لا شك. وهي القضية يا شيخ محمد الله يحفظك أن بعض إخواننا تصور أنه ينبغي أن يرفع هو وحده الراية وصدره ما اتسع لأن يكون معه في الميدان إخوانه الأفاضل من أهل العلم الحقيقيين. فهذا إن دل فإنما يدل على الهوى، ويدل أيضا على الجهل وعدم العلم. فبالعلم وبالتجرد والإخلاص لله تبارك وتعالى وبالهدف الذي ذكره الشيخ ألا وهو نصرة هذا الدين وأن أحمل هم هذا الدين، بالعكس أشعر بسعادة غامرة، بل والله سأدعو الله عز وجل خالصا صادقا إن رأيت الشيخ يعقوب أو الشيخ أبا إسحاق على شاشة من الشاشات وأراهم موفقا مسددا أرفع أكف الضراعة إلى الله أن يزيده تسديدا ورشادا. لأن صدر الإسلام أقصد الأرض الحقيقية، أرض الإسلام تتسع لبذر الجميع بشرط أن يكون البذر صحيحا. يعني ما دام البذر صحيحا بفضل الله على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلماذا لا أعاون أخي أبي علاء، ولماذا لا أعاون أخي الشيخ أبا إسحاق؟ يعني سبحان الله، هذا التجرد تحتاج إليه أمتنا الآن بصفة عامة، ويحتاج إليه العاملون على الساحة بصفة خاصة. أحسنت شيخنا. نعم. شيخ إسحاق، يعني تصورك للمسألة دي. نعم. نعم. أريد أن أضيف لما قاله أبو أحمد حفظه الله. واقعة حدثت لسفيان بن عيينة في هذه المسألة تحديدا. نعم. طبعا سفيان بن عيينة قدره معروف يعني. نعم. يقول عباس بن عبد الله الترقفي: دخل علينا سفيان بن عيينة يوما في المجلس. نعم. قال: أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. لا إله إلا الله. فقال: أفيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن سعيد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد ابن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فبكى سفيان طويلا ثم أنشد قائلا: خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. يعني يرى أنه من الشقاء أن يكون وحيدا، لأن وجود إخوانه نصر له على الحقيقة. نصر. فالذين يخذلون عن المشايخ وعن أهل العلم لا يعرفون حقيقة أنفسهم. أنا أرى كما قال الشيخ أبو أحمد أن الكبر واتباع الهوى هو أحد أهم الأسباب الرئيسة التي جعلت فلانا يقول: أنا هنا والباقي لا. وبعدين بنقول يعني لما يكون إنسان واحد، يعني إحنا في مثلا في علم الحديث، إذا تفرد راو بحديث
وكان ثقة ثبتا، من السهل أو من الممكن أن تحكم على روايته بالشذوذ برغم أنه ثقة ثبت، لكن إذا تبعه جماعة حتى لو كانوا يعني مستوى الحفظ أقل يقال إنه من العسير توهيم هذه الجماعة الكبيرة، مع أنهم يعني ممكن يكون حفظون نص نص، لكن خمسة تتابعوا على رواية حديث يقول لك من الصعب جدا أن يهم هؤلاء الخمسة، ومن اليسير أو من الممكن أن أوهم الواحد ولو كان ثقة ثبت. فلا شك أن الذي يغري أهل الجهل بأهل العلم أن يكون أهل العلم قلة، أحد الأسباب، أحد الأسباب، لأن القلة والذلة كلاهما يرتبط ببعض، القلة والذلة الاثنين مع بعض. فلما يكون في واحد فقط في بلد وهو الذي يدعو والمخالفون كثر ممكن يغريهم السفة أنهم يتعدوا عليه، لكن لما يكون مثل أهل العلم في كل مكان ويملؤون الأماكن يوم الفسق والجهلة يخافون شوكتهم ويخافون سلطانهم. وهذا هو الفرق بين الأجيال القديمة التي كان الإسلام فيها حاكما وكانت الكلمة الأولى لأهل العلم. يعني شوف شعبة بن الحجاج رأى رجلا يحدث بأحاديث مناكير فقال له لتمتنعن أو لأستعذين عليك السلطان. الله أكبر. فيوم يروح للسلطان أبلغ عنه. أيوه هيبلغ عنك بالضبط كده، يروح للسلطان يقول له فلان يحدث بأحاديث مناكير، حديث ضعيف، أنا بأحاديث مثلا ضعيفة. فيقوم يمنع ويحجر عليه. فلا يتكلم. ليه؟ كانوا يتحركون بعز الإسلام وبعز وبصوت الدين آنذاك. فلا شك أن الكثرة، حتى لو افترضنا جدلا أنني أعترض على بعض الموجودين في ساحة الدعوة، طب ده احنا في زمن قل فيه العلماء الربانيون الى درجه ان تكون اندر من الكبريت الاحمر. طيب خليه يشتغل وصحح له ما اخطا فيه. التناصح يعني بقى التناصح بدل ما تفضحه. يمكن ان ترسل اليه رساله تقول له انت اخطات في كذا وكذا وكذا، مع ان الواقع الذي علمته بالتجربه مع هؤلاء ان احنا لو بسطنا القضايا اللي احنا متفقين فيها كبيرة نلاقيها 90%، أكثر من 90، خليها 90% ومختلفين في 10% ليست في الأصول، إنما يسع فيها الخلاف. صحيح. يبقى 90% لا تجمعني بك و10% تفرقني عنك. والله هذا شيء عجيب. عقل مين ده؟ فالإنسان في زمان العري يلبس الثوب المرقع ولا يرميه. صحيح. إنما يستر عورته بالمرقع. اجعل لو يعني خلط اجعل إخوانك العاملين في الدعوة كالثوب المرقع، أما تجد الثوب النفيس اللي هو يبقى ارميهم. لكن في وقت الحاجة الملحة لأمثال هؤلاء، وكل واحد له موهبة وكل واحد له تلاميذ. صحيح. فمن الصعب جدا انك انت تمحوه. يشوف سفيان يبكي طويلا لما يسأل عن رفقائه في الطلب، ولا متعجب من ذكر أسماء كل بلد فيها كل بلد فيها واحد يعني اللي هو يعني هذا يعني حري بنا نحن أيضا ان احنا فعلا نتعرف على إخواننا ونذكرهم بأسمائهم في الدعاء وفي السؤال عنهم. لكن حضرتك أنا عايز بس استخرج نصيحة للشباب في مثل هذه المسألة، أنك أنت لو سامع مسألة الحكم على الناس أن فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، تنصح إيه الشباب؟ والله الحقيقة طبعا علم الحديث أصل في هذه المسألة. ليه؟ لأن ده عبارة عن خبر منقول. هذا الخبر المنقول إذا كان عمن لا تعرف عدالته وحكمته يرد. فالنهاردة لما يجي شاب يقول أنا سمعت أن فلان الفلاني مبتدع. سمعت من مين؟ من الذي قال لك؟ ما أعرف المتكلم، ربما يكون له هوى، ربما يكون فيه خصومة. وكلام الأقران يطوى ولا يروى. كما يقول أهل العلم، يعني ابن إسحاق لما تكلم في مالك ومالك في ابن إسحاق طرح أهل العلم كلام الاثنين. كلام الاثنين وبقي ابن إسحاق كما هو وبقي مالك كما هو. النسائي مع أحد ابن صالح مثلا سقط الكلام وبقي الإمامان. إذ لو جاز أن نجرح كل من اشتهرت عدالته بكلمة لمجهول ما بقي في الدنيا عدل. صحيح. وزيك ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول من اشتهرت في العلم أمانته وظهرت عدالته لا يقبل فيه الجرح. فلو جاء رجل يطعن في مثل مثلا مالك أو البخاري أو الإمام أحمد أو النسائي أو مسلم أو الكلام ده، نحن نرفض هذا الكلام لثبوت عدالة هؤلاء. لا سيما إذا والمتعدي أو الجارح مجهول. مجهول حالا ومجهول عينا. من جرحه فهو المجروح. الذي من جرحه فهو المجروح. ده هو إذا كان عالما. لكن بكل أسف هو عشان كده تقول الجملة وكسر مزكوه وندر جارحه. نعم
هو ده اللي لا يقبل فيه الجرح. فنسأل الله عز وجل أن يثبت شبابنا.